بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو. أحببت في يعني أن أخصصه لنقطة وظاهرة أصبحنا نشاهدها يعني في الهواتف التي يتم إطلاقها مؤخرا، هو يعني توفر على كاميرتين عوض كاميرا واحدة. فبالتأكيد شاهدت هذا الأمر مثلا في هاتف ايفون 7 بلس الذي تم اطلاقه، وايضا مجموعه من الهواتف. مثال على ذلك هاتف شاومي الذي سبق وان قمنا بمراجعه له، وسوف تجدون الرابط المراجعه اسفل الفيديو. بالتالي فالاشياء التي سوف نذكرها احباء في الله واهميه وجود كاميرتين في هاتف واحد بالتاكيد سوف يكون دافع لك من اليوم يعني في شراء يعني هاتف بكاميرتين. فانا شخصيا لا اخفيكم سرا، عندما كنت اشاهد هاتف الهواتف كنت اعتقد بانه مثلا عندما سوف تفتح تطبيق الكاميرا سوف تمكنك من تصوير يعني مرتين، يعني جزئين مثلا، يتم تقسيم الشاشة يتم تصوير هنا وهنا يعني. فهذا كان اعتقادي أنا شخصيا، وكان اعتقاد خاطئ بطبيعة الحال يعني، وأعتقد بأن مجموعة من الناس أيضا فكرت في هذا الأمر. لكن أهمية وجود كاميرتين يعني في هاتف واحد أبعد من ذلك وأفضل من ذلك بكثير. سوف أتطرق إلى هذه النقاط وسوف أحاول الاختصار. أول شيء هو المستشعر أحباب في الله. فاستعمال كاميرتين يعني استعمال يعني مستشعرين، وعندما نتحدث عن مستشعرين فيعني بأنه سوف يتم دخول نسبة ضوء كبيرة جدا إلى الكاميرا، وهذا سوف يساعدك للتصوير في أماكن مظلمة خصوصا في الليل يعني بجودة أفضل وبوضوح أفضل. مثلا سوف أعطيكم يعني حتى تفهمون، يعني الحين مثلا هذه الكاميرا أو الهاتف لدي مستشعرين، مثلا الهاتف العادي لدي مستشعر واحد، نسبة الضوء التي سوف تدخل يعني فهي قليلة، بالتالي الصورة والفيديو في الليل سوف يكون يعني مظلم. لكن يعني هذه الهواتف التي لديه يعني مستشعرين فيتم دمجهما معا، يعني في يعني عندما بطبيعة الحال يأتي الهاتف بكاميرتين فيتم دمج هذين المستشعرين للحصول أو البؤرة الخاصة بالمستشعر للحصول على بؤرة كبيرة جدا، وهذه البؤرة الكبيرة تسمح بدخول ضوء أكبر يعني إلى الكاميرا، بالتالي يعني التصوير بشكل يعني بشكل واضح خصوصا في الليل أحباب في الله وبضاءة مرتفعة. شيء آخر بالنسبة لهذه الهواتف هو الزوم، يعني التي تأتي بكاميرتين. فالزوم في الهواتف العادية تعتمد على ما يسمى بتقنيات يعني التقريب يعني الرقمي او الزوم الرقمي بهذا المفهوم، بخلاف يعني الهواتف التي تاتي بالكاميرا بكاميرتين سوف يتم اعتماد تقنيات يعني ما يسمى بأوبتيكال زوم، يعني او شئنا نقول باللغه العربيه يعني الزوم يعني البصري بهذا المفهوم، التقريب البصري. التقريب البصري يساعد في التقاط، يعني مثلا عندما تقوم بعمل زوم لأي شيء يعني بالكاميرا فلا يؤثر على جودة يعني الصورة عندما تعمل زوم. كما ذكرت يعني تبقى الصورة كما هي، فالنموذج هنا تشاهدون أحباب في الله يعني مع الأسف يعني الصورة لا تظهر بالشكل الذي أشاهده أنا شخصيا، فيكون الزوم واضح يعني لا يؤثر على جودة الصورة أو جودة الفيديو عندما تعمل الزوم، بخلاف يعني الهواتف التي تعتمد على تقنية التقريب الرقمي بكاميرا واحدة، فعندما تقوم طبعا الحال بعمل زوم فتؤثر على جودة يعني الصورة أحباب في الله، وهذا نشاهده كثيرا. شيء آخر ومهم جدا في وجود يعني كاميرتين هو يعني عندما تقوم بإعادة تركيز الصورة يعني صح التعبير وما يسمى بالفوكس. ففي الهواتف التي تأتي يعني بكاميرتين فسوف يكون يعني إعادة تركيز الصورة والفوكس يعني سريع كما سوف تشاهدون، عندما سوف أحرك هنا وأضع يعني مباشرة يتم التقاطه بسرعة، بخلاف يعني الهواتف الأخرى فيجب عليك الضغط يعني حتى يتم عمل يعني عمل فوكس على الشيء الذي تريد يعني تصويره أحباب في الله. وهذه نقطة مهمة للغاية أيضا يعني أحباب في الله، يعني فالكاميرا تحرك وتلتقط لك يعني مباشرة بسرعة الشيء الذي تريد، الجسم الذي تريد التقاطه. أضف إلى ذلك وجود كاميرتين فسوف يتم اعتماد أو استخدام ما يسمى بالتصوير المتحرك. التصوير المتحرك مثلا تصور شيئين اثنين فقط، يعني مثلا وجود مجموعة من الأشياء في محيط معين
وتصور فقط يعني شيء متحرك وآخر متحرك، الأشياء الأخرى تكون ثابتة. يعني هذه نقطة مهمة جدا للغاية أحبابي في الله. أيضا شيء آخر سوف أتطرق إليه، وهو يعني بوجود الحين كاميرتين يعني في هاتف واحد، فسوف يتم اعتماد يعني تقنية حساب مثلا المسافة بينك وبين جسم معين. فمثلا عندما تريد التصوير ويوجد جبل بعيد منك، تستطيع معرفة المسافة بينك وبينه باستعمال بعض التطبيقات. هذه التقنية تعتمد على الفرق يعني في الزاوية بين الكاميرا الأولى والكاميرا الثانية بالنسبة للجسم الذي يعني تريد التقاطه، يعني أو تريد حساب المسافة بينك وبينه. بالتالي فمثلا أريد حساب المسافة بين هاته، يعني فأستطيع حسابها لأنه سوف يتم يعني الاعتماد على الفرق في الزاوية بين الكاميرا الأولى والكاميرا الثانية أحباب في الله بالنسبة للجسم الذي هو بعيد، وسوف يتم احتسابه بدقة أحباب في الله. بخلاف مثلا الهواتف الأخرى، هناك تطبيقات كثيرة موجودة في بلاي ستور لكن كاذبة، يعني ما دامت لا توجد يعني هناك كاميرتين في هاتف واحد. أتمنى أن الفيديو قد أفادكم، حاولت أن أختصر حتى لا يكون الفيديو طويل. هناك نقاط كثيرة جدا إيجابيات يعني التصوير بكاميرتين يعني في هاتف واحد، يعني ذكرت على أشياء رئيسية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى الضغط على اللايك ومشاركته مع أصدقائكم حتى يستفيد بطبع الحال الجميع. وهذه نقطة بطبع الحال سوف تساعدك في التفكير من الآن في شراء يعني هواتف بكاميرتين. لا تنسى زيارتنا على موقعنا ديال الفيديو البونتيك لخمسة بونتيكوم اللي من صفحتنا على فيسبوك كنت مسلح شعار 1981 فولا. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.